لا. يعتمد هاوي ركوب، يعتمد وش هاوي وشو، هل مثلا هاوي سباق او هاوي قفز او هاوي جمال او اللي هو. اذا كنت تهوى الركوب تبغى ركوب ما تبغى شكل. كثير من الناس اللي يهوى الركوب يجي يطيح، في ناس يشتري خيل شكل. لا، تهوى الركوب اشتري حصان ركوب. كذلك ما تحتاج حصان مثلا حق سباق او عداء عالي، تبغى حصان ركوب. فكل ما كان حصان هادي كبير في السن والخصي ان حصل افضل انه اهدى. تطور ركوبك تحس انك تبغى شيء اصعب ممكن تغير ان حصل. هذا قاعدة، حصان مدرب زين، مدرب خطأ، كبير صغير حار شين، ركوبك خطأ بيخرب مع الوقت، ركوبك زين بيزين مع الوقت. حتى المدرب زين بيخرب معك، لكن يخرب واصله هادي احسن من يخرب واصله حار او طبع حار. نعم، صار 14 سنة يصلح الركوب افضل من الخيل الاخرى للركوب، خاصة للتعلم يعني كمبتدئ، كل ما كبر كل ما صار احسن. الحساسية حسب حساسية الحصان، طبعا الأمراض الجلدية مشكلة يعني صراحة، لأنها تدخل فيها عدة نقاط، لكن الحساسية تعتمد وش حساسية؟ يعني تقصد أنت حساسية الإنسان من الخيل غير حساسية الخيل نفسها من الأشياء، فإذا كنت تقصد حساسية الإنسان من الخيل طبعا ما أدري، ما عندي خبرة، لكن أنا شخصيا كان عندي فيني حساسية من الحيوانات كلها وأنا صغير. فالفكرة أن لا شك الأدوية لها دور، البخاخ له دور، لكن الاستمرار له دور. إذا كان تعود، إذا كل ما الطفل كح أو ما يبغى الخيل وخرته لن يتعود، والله خله لين يموت، بس قصدي أنه لابد أنه يتحمل شوي. مع الوقت تستغرب من الموضوع يتغير تماما يعني. لكن اذا تقصد حساسيه الخيل نفسها يعتمد على الحصان، لكن او نوع الحساسيه، لكن بشكل عام الحساسيه الجلديه زيوت، زيت الزيتون، زيت السمسم، الخردل، مويه زمزم بقري عليها كلها تفيد. لكن طبعا اذا كانت شيء داخلي فيروس خلينا نقول، ابو اتاكد وش السبب. نعم، انت لما تقول تغيرت الموضوع زي ما قلت لك، ابسط ما تصور، العرب 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 العرب، عربي من قبيله معينه عيشته في دوله اخرى مي بعربيه او بعيد عن الجزيره العربيه مئات السنين، 300 سنه، 200 سنه، 150 سنه، لا يمكن باي حال من الاحوال تقول لي هو زي اللي كان في الجزيره. الاختلاف سلبي ولا ايجابي؟ اهل الجزيره يرون سلبي، اهل الدوله الجديده يرون ايجابي. فهل هي تغيرت؟ لا شك فيها تغيرت، لانهم خذوا خيل بصفات معينه وركزوا عليها. فتغيرت تغير جذري، هذا التغير الجذري لا يمكن انكاره من ناحيه الرؤيه. نظر، لان ابو وام الحصان المصري اللي قبل 100 سنه صورتها عندك اقرب للجزيري الحالي من ولدها وبنتها الحاليه، انتهى النقاش. الان هذا التغير ايجابي او سلبي؟ اهل الجمال يرون ايجابي، يرونهم طوروا الخيل. اهل الخيل العربي القديمين كلها طبعا تخربتها، انك فوق 1400 سنه الخيل وضعها واحد، فعل 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 فعل، مجرد 200 سنه او 150 سنه قلبتها راسا على عقب. فالتغير واقع لا يمكن انكاره، سلبي او ايجابي تدخل الاراء في الموضوع. سواء مصري او بولش او حتى جزيري، نتكلم عن الخيل بشكل عام، ما نتكلم عن دماء. بس نتكلم عن خيل الجمال بشكل يعني مخصص، ان الخيل خلاص احترفت في الجمال، تخصصت في الجمال. بالنسبة لطول الذيل الحصان، وأنت إذا استدبرته وسد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزلي، بيت امرؤ القيس في عند حصانه، جيت من وراه سد فرجه بذيل فويق الأرض ليس بأعزلي، ضافي طويل يعني شعر طويل، فويق الأرض. من العرب يرون أن الذيل اللي لمس الأرض عيب، طويل ميزة بس لا يلمس الأرض، اللي لمس الأرض عيب. ليس بأعذلي انه مايل، اكثر خيل يطلع حق الجمال حنين مايل. العرب ما يحبون الذيل مايل، يحبون الذيل مستقيم هو نازل يعني. فاساس الطول ميزه، لكن يلمس الارض عيب. الاشياء اللي تطول اتوقع يعني زي ما قلت البشر يجربونها فقط تفيد حتى في الخيل، زيت الحشيش الاصلي يجيك الظاهر علبه طويله، تشوف الدشير يحطون عشان يطولون شعورهم، يفيد في الخيل. يجيك 100 ريال او 200 ريال زيت حشيش اصلي يطول الشعر بشكل قوي جدا في البشر، فاتوقع يفيد في الخيل. لكن زيت الزيتون له دور مهم، وايضا تنظيف الشعر له دور، القسايس ينظف الذيل زياده، فاثناء التنظيف يطلع الشعر الميت، لكن يطلع الشعر حي معه. فلا بد لما يمشط الشعر ما يتركه مره، بنفس الوقت ما يمشط زياده، يوازن. بعض الناس إذا من ضمنهم أنا إذا مشطت الشعر 3/4 الشعر اللي حي تموته تل يد شوي دفشة. الكنة زي ما قلت بداية الصح، لكن ليست صح. الكنة يتكلم عنها، الكنة مي بحرمة لكنها مو بسم، خلينا نقول فيه لا سم. يا الله الكنة يا الله، يعني 120 لا 100، 140 لا 120، يعني ما يعطيك الكباب بالضبط، لكن ما قال لا، فهي بداية الصح لكن ليست صح. هذا أساس فيها. تكلمت عنها طبعا كثير في اليوتيوب. وهل لها وقت معين وتختفي؟ نعم، كل ما تطور ركوب كل ما قلت، بس جميع اللي يركبون بشكل صحيح يمرون فيها، ما في شخص عبر التاريخ ركب صح الا مر فيها، لا يمكن ما تمر فيها لانها هي بدايه الركض. صار متى كان؟ اذا حسيت ما اقدر انطلق، لكن اذا ركبت صح طلعت منها، ركبت خطا ممكن تستمر فيها او حتى ترجع شيء اردى منها حسب ركوبك واسلوبك. بالنسبة للتعلم على الركوب بدون سرج بعد السرج لست مطالب، لكن إذا بغيت تسويه سويه تدريجيا. إذا كنت تطيح بدون سرج تطيح كثير، ابدأ في السرج قبل، فك الركابة فقط، أو مثلا طور الركابة ثم فك الركابة وأنت على السرج، ثم أركب معرقة ثبتها أكثر، ثم أركب بدون سرج مثلا جنز أو لبس يثبتك، ثم أركب بدون سرج درجها إذا كنت تحس إنك تطيح كثير. نعم، حليب الفرس يقال انه يعالج الربو، يعني كنت اتذكر ناس كثيرين يجون فيهم ربو يشربون، بس هل بالفعل فاد ما بيك، يعني يقولون انه يفيد في علاج الربو. الكتاب زي ما قلت انا عندي كتاب يعني لسنين، لكن يبغى له تنقيح فقط ونزله، لكن المحتوى موجود. والهدف كان توثيقي ثم تعليمي، وزي ما قلت وصلت التواصل الاجتماعي اليوتيوب وغيره وصل فكرة التوثيق، فارتخيت شوي، لكن يعني المحتوى موجود. العض زي ما قلت تكلمت عن باليوتيوب مقاطع كثيرة، اريبيان رايدنج العض، فما ابغى اكرر يعني تلقى قائمة معينة كاملة في القناة اسمها العض. ما عليك من السلسلة، الشكاية بالنسبة لسؤال الشكاية ما عليك من السلسلة، أنت عليك من جوا فم الحصان قطعة واحدة، ومن برا قطعة واحدة، عربية بلهم كب، هذه عائلة. مكسورة من جوا ومن برا حلقة باردة سنافل فرعونية سلمشت، هي عائلتين فقط. فلما تكون مكسورة عادية وتحت سلسلة ما عليك من السلسلة، سلسلة الشخص مركبها غلط أو أنها تركب عشان ما تطلع الشكيمة فقط. لكن دام مكسورة من جوا ومن برا حلقة خلاص سنافل تبع سنافل. صعب جدا انك تقول ضد تحذية الحصان، في كثير يقولون ضد تحذية الحصان في اوروبا وغيره، وان الحصان عنده اعصاب والى اخره، في نوع من الصحه، لكن الخيل في البر في طبيعتها هذا بتمشي على اراضي صخريه فالحوافر تتكسر من نفسها، ومو مطلوب منها اداء تحمل او سباق او غيره. انت تجيب حصان تحطه في بايكه بدوك صغير تطلب منه تحمل او سباق، فلا بد تعتني فيه زي الحس والترويش الى اخره، هذه الامور ما الخيل في البر ما تسويها لانها في البر. لكن انت لما تجيب الحصان تعيشه عندك مطالب انك تعطيه خلينا نقول تعويضات مقابل الشيء اللي تطلبه منه. ففي الوقت الحالي في الارضيات الحاليه عدم تقليل تحذية الحصان صعب جدا، يعني اللي كان مثلا عندك ارضيه جيده وبر وكفه على ما قالوا، او مثلا مزرعه او غابه مرعى ما تطلب معصاجة يقول ممكن، لكن الخيل تسابق تحمل أصبغ سرعة صعب جدا إنك تطلب منه ما يهدي الحصان، بتعور الحصان لأن المطلوب يعني صعب، حتى لو كان في نوع من الصحة من إنه يعني التهدئة قد ضر من نواحي ممكن.